السلام عليكم ورحمة الله. اتصال من شاب في ثعلب باب المنزل وإله فترة، والثعلب شكله مصاب، مش عارف شو قصته. المهم خايفين منه، والثعلب ما بتحرك، يمكن مصاب، وكاين الثعلب جاي وعاضد بسة حسب ما هو بحكي انه مهاجم كتفة. بعدين شو اللي صار مع الثعلب مش عارفين، يمكن حدا ضربه، يمكن اشي. المهم هلكيت منشوف بس نوصل شو قصة الثعلب وشو مال الثعلب. طبعا احنا عنا الثعالب منتشرة بكثرة بين المنازل، بتفوت بين المنازل مثلها مثل القطط بالليل، وإلها انتشار كبير، بس اكثر اشي بتطلع في منتصف الليل. طبعا احيانا بتروح بتهاجم الدجاج وبتهاجم البط وبتهاجم الحمام اللي الناس مربينه. بس نوصل بنشوف شو الوضع. السلام عليكم. تعال عم نران علينا على الثعلب. ايه هاي الثعلب فوق. وين فوق؟ لفوق. هاي الثعلب اله من الساعه من الظهر. شو ماله؟ هذا مريض. اله من الظهر. زيح شوي. ابعد شوي. ابعد شوي. ابعد ابعد. ثاني ليه بدها؟ ابعد شوي. شو ماله هذا؟ هذا شكله معاه مرض الثعلب. استنى نشوف. قبل فترة ناس، أنا شفت فيديو حكوا إنه في ثعلب كلب لاكا ثعلب، فصاروا يقولوا إنه بالظهر بالموت. ما كانش الظهر بالموت، أنا قلت لهم الثعلب مريض ما صدقوني، بس هاي نفس الكلب هذا، نفس الثعلب اللي لكوه. شو ماله بابا؟ في عنا أتروبين استاذين. لا عنا أتروبين جزيل، عنا واحدة. طيب نعطيها، هات نشوف. اطلع ابراهيم. ايش عارف؟ لا تستنى نروح. سلامات، كيف الحال؟ مش عارف، غريبة. من الصبح له؟ غريبة، أبصر شو ماله. ممكن إشي يعني؟ يمكن. إيش معنى لا ما أنا عارف، بس مش عادي. لا إذا عض هذا مشكلة. معقول ده كلب؟ شو؟ ده كلب. معقول معاه مرض اشي؟ مش عارفين شو المرض اللي معه. سيف. كيف عض البسه؟